إقبال ولا قبيل ولا حاسيلو ثبت لنا أنت في نسبك بالضبط وحدد لنا هويتك باش نجمو نحكيو معاك. مش أنا راني كتبت لك البارح الكومنتير هذيك، كتبه لك صديقي اللي هو شريكي في الصفحة الكلمة، لأنه الكلمة اللي كحلمت زوز من الناس أنا وسيدك ظافر. كتب لك قال لك يا ميبون، حب نعلمك اللي مش هو بركة كتب لك يا ميبون ولا يخمم فيك ويفكر فيك كميبون، مش الرجل الوحيد، الرجل الكل اللي تفهم في الرجولية واللي تناظر واللي مقيدة اسمها في التاريخ واللي طابعة مع سيدك برشا مواقف وأجبرت سيدك يخرج عقاب الليل يمشي يجري للداخلية. وقت انت في بالك انت في التيك توك غادي غاطس، احنا نخرجوا في سيدك عقاب الليل الداخلية، اذا شيء كبير على مخك كما خرجناه البارح ولا ود البارح، وهبط فيك برقية تفتيش وتبرر منك وقال ما نعرفوش احنا سيدك نجعوه، احنا قيسون اللي انت تلحسوا، ما احنا يخاف من المعارضة، ما يخافش من الطحانة. دايوغ أول واحد ضحى بيه هو أنت. احنا مازلنا موجودين on exist وأنت تبرى منك. وزيد فضحك قالك ماكش حارق، خرجت في ظروف غير نظامية واختلي مطا، زيد فضحك وقال عليك إرهابي. سيدك قيسون اللي تلاحظ له قال عليك إرهابي وتهدد في الشعب وتمثل اختار وتحرض على الاقتتال. مش أنا كتبته، راف سيدك اللي تلاحظ له صباحا مساء ويوم الأحد. سينو اللي كتب لك هو كما قلت لك سيدك ظافر، وعندك سيدك آخر عدنا بالحاج عمر كحلل شخصيتك وحللنا الناس كل شخصيتك، ارتأينا أنه أنت ناقص فحولة وعديم الرجولة، لأنه اللي يعمل عرك مع نساوين ولا يرتقي للفكرة ولا يرتقي للقضية فهو ميبون. معناتها سهلة الحكاية، فهمت؟ احنا توا المشكلة البلاد والمشكلة احنا خطاب سيدك اللي انتج وولد عنه ظواهر كيفك انت. انت بالنسبة لينا ظاهرة، مكش فينومين، او والشهرة اللي خديت شهرة سلبية، لكن ما في بالكش خديت شهرة سلبية، واحنا عملناك ورقة باش ضغطنا بها على سيدك. راو قيسون، احنا ديجا هو مجرم في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب التونسي، وحطيناه في زنقة حادة، كورنا به وأجبرناه أنه يعمل فيك برقية جلب ويحطك في الغشاش في تونس، وتطبعت أنت من عند شكون؟ من عند سيدك. طبعك سيدك قيسون يا غاني يا سيد الرجال، طبعك تخلى عليك ضحى بيك، تعرفش ما انت ضحى بيك، ما انت انتي طحان لا تسوى شيء. ومي بوم الفوق معنات اجبرناه انه يتخلى عليك. علاش؟ لانه في السياسة فريق اللي نعمله فيه نحن اللي هو كبير على مخك، انتي في بالك تشد تليفون وتهدد الناس ونحطمك بفيديو، انا حطمتك في لحظة. خليت سيدك اللي سنوات من 2019 ولا الله أعلم، وانت تهز له في ليتو وتطحن ومقطع روحك وسبب التوانسة كل على خاطر، وتخلى عليك بفضيحة، تخلى عليك. نياب العمومية تحركت من أجلك، ما تحركتش من أجلنا نحن، تعرف عليه نحن محميين بقضيتنا، نحن ندافع عن الحريات والحقوق المسلوبة ونحب نسترجع مواطنتنا. انت تقول طلعني معاك، مني طلعتك معاي؟ ايش عملت؟ سبيت. انت مجرد ظاهرة ونتيجة، وما ولد عنه خطاب سيدك. احنا ظهرنا للعالم وقدمنا الشكاية بيك، حتى ان حاشتنا بسيدك قيسون، ما حاشناش بك انت. سيدك قيسون حبينا نوريه للعالم خطاباته اللي سوقنا فيها في كل مناسبة. مش انت بركة الظاهرة، ما انجتش كان انت بركة، انجت العديد منك، لكن انت كنت كبش في دي وضحى بيك. وعنا منك برشا في الملف، عنا منك برشا
لكن انت واحد من الناس اللي معناتها مدمغج اكثر من غيرك، مدمغج وعاطش ياسر مجهول. انت وصلت معناتها جرت خطابات سيدك والكذب متاع سيدك وتبلعيت وحرب تحرير وخونة وعملاء وكان انتم الوطنيين. هو باسا علاش باسا؟ خاطر امثالك انت من البهالل امثالك من البهالل يتأثروا بالخطاب هذا ويولي الحقوق والحريات تولي اسم. احنا دونك احنا نحاربوا في سيدك مش فيك انت، انت خاطيك انت، انت ساي استعملناك وسيله، استعملناك وسيله حتى حققنا الهدف نتاعنا وماركينا على سيدك بونتو ورشمناه مما جعله يتخلى عليك ويزيد يفضحك ويقول حارق يمرمدك. سيدك اللي يصلح في البلاد تخلى عليك، اول ما اول ما اول ما قدم ضحيه قدمك انت كبش فداء، ورغم ذاك الشكايه باش تتقدم فيه لانه احنا نعتبروك ضحيه. انت خاطيك، انت عقلك مغيب. طيب بالنسبه لل تطلع معايا وما تطلع معايا الحق من ما عنديش افاده، ما عندك ما تفيدني. كان باش تقول لي تحكي وتعامله فيها تتحدث وتعرف تتحدث، انت ديجا ما تطلعتك معايا ونعرف مستواك، معناتها ما عندكش ما تفيدني. انا استعملتك، عملت لك طعم، جبتك، خدمت بيك، وصلت الظاهرة متاعك للي أنا وين حبيت عليه، ماركينا بونتو على سيدك، رشمناه رشمة باهية، فهمت؟ حققنا الأهداف متاعنا، سي بون توا الشر، الشر معنا ما نعملو بيك، سي انتهت انتهت حكايتك وفيت، حكايتك أنت وفيت، كيما طيحنا غيرك، اسأل السابقون. تو يقولوا لك كيفاش زاد ضحى بهم قبل. نلعبوا معارة وسيدك في لعبة صحيح، مش انتم وسيلة عنا. نخدموا بيكم كيما نقولوا نحنا. نحصلوكم. نجيبوكم في المنديف كالجربة. كالفيرات. نجيبوكم وتيحوا. في بيكم مستقوين بي. هو أول ما يضحي بكم أنتم، كما عمناول ضحى بوثينة وضحى بجماعة كله وقبلها ضحى بالناس الكل. احنا نعرفوه ما عنده شخصية، ونعرفوه مضطرب، ونعرفوه يستعمل في الخطاب هذاك باش يحصلك انت ويخدم بيك ويعمل بيك. فاحنا نكسروا له في المخطط نتاعو ونكشفوا فيه قدامكم، وريناكم اللي هو يتخلى عليكم وقت اللي الامر يتعلق بصورته امام العالم، والا باش تمثلوا تزعزعلو امن الكرسي نتاعو وتخرجوا مجرم وخطاباته تحريضيه على الشعب. فهمت يا فزغون؟ فهمت. طلعك من الطموح عندك، والله سخفني والله، لانه في علم النفس كي تحكي برشا حاجات، كي تحكي موضوع برشا ستادير انت فاقد وفاقد شيء لا يعطي. ان نحلم ان احلامي معناتها احلامي مش لبسه ومش لبسه وماكله، خاطر هذيك معناتها هذيك مستلزمات الحياه، مع حاجه عاديه معناتها. لكن انت البارح ظهرت اللي انت جيعان مسكين في كرش كوعريين، هذه طموح متاع لاجئ راهو، لبسه وماكله طموح متاع لاجئ مش متاع انسان مستقر، فهمت؟ كيما الناس الكل عادي، ما انت عادي راهو عادي، الماكله ومش ماهيش طموح ولا احلام. اما لكن انت كيما قال سيدك حارق فضحك سيدك، انا ما فضحتكش، فضحك سيدك قال حارق. دونك ربي معاك بصراحة، ربي معاك. ونعاود نقولها لك، أنا مش أنا اللي كتب لك، سيدك ظافر كتب لك يا ميبون، لأنك فعلا ميبون. وكان جيت راجل خليش قيسون يستعملك ومن بعد يطيشك، غير مأسوف عليك وفضيحتك في الموزايك. شاو.